يعتبر مبدأ العمل أو أساس العمل أو هدف العمل من كل خلال المنظومات كرة قدم هو اكتشاف اللاعب، اكتشاف الصحيح للاعب، لأن اللاعب باختياره الصحيح راح يضمن لك أنه راح يصير أساس المستقبل صحيح. وهذا ما مع الأسف صار تقريبا 20 سنة الأخيرة هاي الصفة انفقدت بعد ما راحت الركيزة الأولى للجيل الأول اللي تم اختياره بشكل صحيح. لهذا أصبحوا مدربين بارزين جدا، لاعبين مدربين بارزين، ومن ثم أكثرهم مدربين بارزين جدا. وهذا نرجع إلى سبب أنه الاختيار الصحيح، فيعتبر الاختيار بالبداية هو الأساس، هو العمل، هو الهدف. نتمنى أن يكون الاكتشاف إلى موضوع يعني يعتبر كهدف. الكرة العراقية في الوقت والله التقييم واضح، هو تقييم غير واضح، يعني واضح من ناحية أنه برزت السلبيات بصورة واضحة، وغير واضح أنه شنو مستقبلها، شنو حصير الحلول. نتمنى أن يكون الحلول هو الحل الوحيد، بس هو الطريق الوحيد، هو العناية بالفئات العمرية والقاعدة. هاي تبني لك أساس مضمون، وهاي تتم عن طريق العمل والإخلاص والجد والعمل الميداني، مو العمل التنظيري والاقتراحات اللي ما تنطبق ويا الواقع. لا، اكو عمل واقعي ميداني ينطبق ويا واقعنا، هذا المحتاجي. ما نحتاج مثاليات، وما نحتاج قضايا جدا تكلف غالي، يعني يراد لها مال ويراد لها قضايا لا، ممكن نعمل بالموجود. وأنا متأكد أنه العمل مالنا يصير مثمر إذا وجد الهدف والاهتمام بالهدف وتطبيق الهدف بإخلاص وجد ونزاهة.